هذا اليوم الثاني لي في شندة. اليوم طالع إن شاء الله إلى واحد من أو اثنين من المولات المشهورة ومناطق يعني الأثاث المفروشات المشهورة هناك. طبعا شندة مشكلتها في التاكسي، أرجع أقول مشكلتها في التكاسي، ما في تكاسي يعني لازم تستأجر سيارة أو إنك تعرف للديدي عشان تستخدم وتطلب تاكسي، مو تاكسي يعني زي أوبر يعني. لأن الشباب في الريسبشن عندي يعني ما قصروا، هاي ما قصروا، هم يطلبون ما نعطيهم كاش، بس مو بشرط تلقى. البارح ما لقيت واحد برا، كنت برا في تورطت يمكن جلست ساعة لين لقيت واحد يساعدني. فهذه نقطة مهمة، إنه ما في تكاسي في شندة، مشكلة ما أدري إيش السبب، ليش ما أدري. فتستأجر سيارة أو إنك يصير تستخدم ديدي تعرف تستخدمه، وبيجي وقتك تنحل هذه المشكلة. ما أدري متى نروح نشوف المولات اليوم. هيا بنا. هذا بس الفندق اللي أنا سكنت فيه، يعني مرة رخيص، والله لنا $20 في الليلة. تعزيلة جاي فترة طويلة، تعرف في الأثاث يبيله، عشان تشتري أثاث يبيك فترة طويلة. يلا ما أدري وش، لكن هذا شوف باور بانك، هذه ترى باور بانك تاخذها معك اذا تبغاه، بس طبعا تدفع علي باي او وي تشات وتاخذ معك الباور بانك. موجوده في كل مكان، هذه زي ما عندنا ايضا. هذه الفندق بسيط يعني ما في شيء مره غريب، انهم استخدامهم للتكييف قليل، يعني تلقى مرات في السيب ما فيها تكييف، الغرف مكيفة بس المرات غير مكيفة. ف زين مو بشي، انا صراحة انصح فيه اذا جالس فترة طويلة، وراح تلقى غيره يعني. بس هذا اللي انا سكنت فيه، بضع لكم رابط بالاسفل بعد. هذا فندقي الحين، هذا الشارع اللي احنا الحين نروح له، او شارع الاثاث هذا هو. نروح للسوقين اول شيء، واحد اللوفر مول والثاني سان لينك، وراح اشوفها سوا. بشوفه انا اوريكم الان، وسبق اني صورته. هذا الشارع ومحلات الاثاث اللي موجودة. محلات الاثاث طبعا اثاث بيت، كنب، طاولات طعام، كراسي، كل ما يتعلق باثاث البيت. وفيه أشياء أخرى مثل الجسر الجنوبي من هذا الشارع اللي وراء الجسر اللي تعدينا تو، فيه مستلزمات الفنادق. وش مستلزمات الفنادق؟ يعني سر كوميديانات، طاولات، حتى هم عارفين وش احتياجات الفنادق وش مستلزماتها، والأشياء الأخرى اللي تحت يعني تصلح الفنادق والمشخخ الفندقية. هذا مول بنمر عليه إن شاء الله. هذا واحد ثاني، بس نبدأ أول شيء باللوفر لأنه الأكبر والأغلى أيضا. نمر عليه. أرجع أذكر إنه ما تجي هنا إلا أنت حاط في بالك إن التكاسة غير موجودة. ما عندك الا ديدي، اذا تعرف الديدي وكيف تستخدمه ولغتك الصينيه زينه بيكون سهل عليك. وطبعا هو مربوط، طبعا مربوط. انا عندي علي باي ومربوط على البطاقه الائتمانيه، لكن مشكلتي انه لما تبي تستخدم يقول لك من وين رايح الى وين جاي، وهذه بالصيني صعب اني القى. هذا السوفتير هنا بعد ايضا، فندق السوفتير. هذا هو اللوبر. نروح بعد ما نطلع نشوف عندهم امكانيه تاجير سياره او مو تاجير، توصيل يعني، يكون عندهم يجيبون تكاسي لك. لان امس اللي كنت فيه لهم وادي التشطيب اللي في يعني في الريسبشن ساعدوني وجابوا لي سياره رحت فيها، هذه كويسه يعني. بس هذا لا ما ادري عنه، انا اشوف. هذا هو اللوفر. اللوفر راح ندخل نشوف ونستكشف ونشوف المحلات. شوف اللي داخله، بس طبعا
كنت بالانجليزي عزيز. بندخل داخل شوي عشان نبعد عن الحر، لان اليوم جو حار. هذا اخر من هنا بس وين يودي؟ شوف من هنا وين يودي. ايضا نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. هذا هو بقى، نشوف اللي فوق بس. شوف هذا المركز خدمة العملاء، ممكن يخدمونكم. من ضمنها إذا احتجت الكراسي مثلا كبار سن، لا سمح الله، تعب الواحد ممكن ياخذ كرسي يدفل أحد معه. فاحنا بنروح نشوف شو اللي عندهم، كراسي المساعد كله يعني. طبعا عشان تعرفون في صعوبة في التصوير اكيد في معاملة، لكن تسأل عن هذا. Yes, is it by bases? How do you sell this one? By bases or by set? طبعا تقول لي هذه ب 2180. Only one bases, right? Only one bases. 2000 for this only. والله هذا الجهاز انه مريح، شوف تستخدم الترجم بينك وبينهم. شوف تشكيله من اشياء. طبعا الاسعار يعني ما هي مقياس الجودة، ولا يعني ما ادري شلون صراحة الجودة، بس انا انصحكم انكم تمرون يعني، حتى لو انكم ما شريتوه مروا في الايام، لو تقارنون بين جودته وجودة غيره واسعاره وسعر غيره. This one foot massage and back and full body. Is it new model? How much is this? Special price. 5,000. 5,000. Yeah, 2,000. تقريبا 500 هذا. How many function? How many? Body function. More than toe. The back and neck. Back and neck and foot. يعني الظهر والعنق والقدم. دود 5000. No, I'll try later. I won't try with be. This is the company, right? 4K. What's the price for that? شوف هذا تقول أقل. It's higher than this. 8000 وشوي، ما أدري ليش. في اشكال طبعا هناك وهناك. Yeah, اوكي. Okay. حتى هذه قتل. How about this one؟ هذه 29,100 مع التلفزيون مع الشاشات، تقدر تستخدمه. شاشة مدري كم، 18 هذه. تشبكة بالنت. هذا وش هي؟ 29,000 و800 غالي مرة. 30,000 ما يقارب 15,000 سعره. هذا اللوفر. طبعا عندهم شوف اشياء ثانية، شوف الشاشات. هذول يبدو لي ان ما لهم محلات، هذول بس اجرهم المنطقة هذه. فنحاول نروح نشوف الشركات اللي موجودة. سريع هذا، شوف هذا يقول انا من 1927 بس. هذه اتوقع انهم متخصصين في كراسي الليزي. هاي
Good morning. شوف الصفات. What's this one? Real leather? No. Is this one real leather? Half leather. Half leather. One, two, three, four, five. Two pieces. Oh, nice. You make it for sale or? Huh? I mean, you take it for self? Yeah, for myself. كراسيهم بعد كراسيهم حقت السينما بس الآن سعرها هذا اللوفر قلنا أعطيني خاص أشياء. Can you try? Okay, try it. Sit there and oh nice. I'm like it's you. صح نايس شوفوا 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 مد لك كرسي الله يا اخي جيت انام ما ما جيت اتفرج على فيديو ف هذه كراسي مساج خلينا نشوف سعرها كم الحين Just tell me how much is it each one? How much was it? Yeah, each one. How much is it? 10. I give you 3 seater. How much? No, no. Each one. How much is cost me? I know. But we are not sell one. We sell a set. Ah, set. Three seater. Tell me now how much is a set? Before this come. Two seats. I'm saying. تقولي set. يعني مجموعة ثلاث كراسي من هذه. وشوف سعرها بعد before discount okay سيز زي كذا ثلاثة يعني okay alright after discount so it's 68,000 this one for 2 set right no one by two شكله مسعر مغالي two Yes. 136,000 سمع على 52,000 بس الكراسي يقول فسعرهم غالي وسط المول كوفي قهوه طبعا هو 6 ادوار مثل ما انتم شايفين 6 ادوار بس شفنا واحد يعني أخذنا قهوة، قهوة سودة بس عادية ب 38 يوان، أدري عاد سعرها غالي رخيص بس هذه والله رجعت معطيني يسمونه شوبينج جايد قعدت أشيله ما في أحد يشيله الحين معك ويتشات سوي سكان رقم خدمة العملاء سواء في المحلات في المتاجر وقل لي يرسلها الكتالوج الإلكتروني كتالوج إلكتروني يرسل لك إياه وتريح راسك قهوة ومن إلي شوف الأشياء الجديدة بصراحة ما بس أوريكم الأسعار أتوقع إنها غالية زي ما ذكر لي بس أوريكم الأشياء اللي موجود وبعدين إذا في إمكانية أسأل عن أسعار شوف هذه قزاز ما فكرة حلوة صراحة هذا يستخدم قزاز تقريبا هذه قلتكم هذولا ما عندهم متاجر فيعرضون في الوسط خلنا نروح أول شيء نطلع نشوف الأدوار ونمر على بعض منها مو كلها يعني أنت إذا تشترون ممكن تجون هنا تشوفوا الأسعار تقارنون مثل ما قلت محلات المساج محلات كراسي المساج كثيرة على الأقل قبل ما تروح تطلع من السوق اجلس هنا سوي تجربة وخذ مساج مجاني لأنهم كلموا أنا كم مرة عليه حتى هاي فيها كذا تقول هذه للناس الكبار شو شلون يسوون حلوه how much is it this one this one 900 هذه 900 يعني 450 450 ريال تقدر تغير فيه and العكس جاهين هذا ما عليها طبعا اسم اذا ما عليها اسم حاول تجنبون اي منتج خاصه اذا كان اسعار غاليه هذا اسم الشركه روكولو عندهم كراسي مساج شكل رهيب
وأدوات الرياضة يعني كلها. حتى هلا إيه. يلا كله شوف شغلهم وش يشتغلون. هذه والله ما أدري وش رخام ولا شوف شلون مسوينه. عجيب صراحة. يلفت النظر. Hi. Hello. Is this marble? Marble? شوف شلون شكله. أسألها أقول هي رخام. واو شوف شلون سوينا. طبعا ضخم ترى شوف بس شيء ضخم. بس باخذ نفس سعر بعض منها. هذا السعر 3300 هذه بالكاف. وجالس اسال وعليك من القياس يعني وجالس اسال وش المصنوع منه؟ وش مصنوع منه؟ فكل ما يكبر خاصة شوف حقة الورود جميلة بس شفتها تقريبا كم؟ اسأله عن هذه اللي خاصة حقة الفازة الكبيرة حقة الأشجار. كنت اسأل عن الفازة هذه 39,000 سعرها 39,000 يعني هذه حدود 20-18,000 الوحدة بس علشان كذا اقول لكم انها اسعار مختلفه.